بما ان الطلب على الشنط الكروس كان كتير، تعالوا اقول لكم هعمل بدأت ايه. في تحضير الشنطة اللي أنا هرسم عليها، وحابب أقول لكم إن أوردر النهاردة مميز جدا، لأن العميلة طلبت ترسم نفسها. بعتت لي الصورة اللي أنا هرسم شبهها وهي كانت في أسوان، فقالت لي أنا عاوزة ستايل الشنطة يكون عن النوبة. حضرت الشنطة وبدأت تلوين على طول، وكنت حابب أطلع أحسن ما عندي لأنها من أحسن الشخصيات اللي أنا حقيقي اتعاملت معاها. أقول لكم ليه؟ لأنها أول واحدة حقيقي تقف معانا وتدعمنا في مشروعنا حتى قبل ما نبدأ البراند بتاعنا، وما عرفت اللي احنا عملنا ستايل جديد من الشنط فحبت تاخد مننا، فأنا حابب أشكرها فوق ما انتوا تتخيلوا. هنمشي كده بنفسي كده في الشارع. شوفي الهدية. وده شكل الشنطة من قريب.